مرحبا بكم أصدقائي الأعزاء، والآن مع درس جديد من تعلم دروس اللغة الألمانية. هنا بالدرس اليوم راح يكون كدرس بداية، شيء تجريبي حتى إذا نجح أو عجبكم حتى نستمر باقي الدروس. هنا تلاحظون إنه جمل كلش مهم، كلمات وجمل كلش مهمة باللغة الألمانية. هنا geklaut يعني سرقة، هاي جاي من فعل klauen يسرق، behaupte يدعي، سينكتا يزل الستارة جاي من فعل سينكن، دير شتاو يعني ازدحام، مثلا تقول فير كيرس شتاو يعني ازدحام مروري، شتاو شتيهن عالق في الازدحام، شتاو اوف دير اوتو بان يعني ازدحام على الطريق السريع، بانتوم شتاو يعني ازدحام من العدم. شنو الازدحام من العدم؟ معناته انه ماكو فد لا حادث ولا اي شيء سبب الازدحام، مجرد انه السيارات متتباطئ وتجمعت وصار ازدحام. deutlich und grundsätzlich واضح جدا وجوهري. ein domino effect تداعيات متعاقبه. نهاية كلمه جت من كلمه الدومينو، من تسقط الدومينو اكيد الباقيات راح تسقط وراها. هذا اليوم درسنا انتهى، حيكون درس تجريبي، بعدها نبدا بدروس تعليم اللغه الالمانيه. أريد تعليقاتكم واقتراحاتكم حول الموضوع. شكرا جزيلا، وإلى اللقاء في درس قادم.